توكلنا على الله. حين على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا باقي طبعا من سوهاج على مصر طبعا باقي عشان اشتغل بالعربية دي، ما معيش غيرها اساسا، ان هنا عملتها اول واحد اعملها في مصر. الاول كنت شغال صنايع عند في المحلات، فطبعا هنا الواحد ما اشتغلت عند ده وعند ده، فالواحد طبعا زهق. طبعا كان الدنيا مرتب مثلا 2000 او 1500، فطبعا مش تعمل حاجه الوقت ده. الفكره جاتني من فيلم احمد ادم، ففي لقطه في الفيلم واحد كان عامل عصير برتقال في العراق، فطبعا انا هتفكر برضه كانت الموتوسيكلات يعني ايه، اجيب موتوسيكل واروح امط مثلا سلستين وكده واعمل عصاره في الشارع. وفعلا بامر الله يعني سبحانه وتعالى عملت الفكره دي، والناس كلها اتعلمت مني انا بالذات. وبعد كده جتني عصير قصب، قلت اغير طبعا الناس لما الحكايه دي ادمت، فقلت اغير اجيب عصاره قصب الفت انظار الناس واسهل يعني الناس، بدل ما في ناس كبيره ناس كده هو مثلا بتيجي مثلا تروح مش محلات بعيده عليها مثلا، فانا بسهل الناس، يعتبر عصير دليفري. فانا قلت واحد نشاء، قلت اول عصير دليفري في مصر، وبالصلاه على النبي الواحد يعني الحمد لله رب العالمين. العصير قصب طبعا اهم حاجه النظافه، تقشير قصب كويس، تنظف الحاجه الاول وتغسل الكوب، اهم حاجه تصميم الكوبات الصبح والظهر والليل. الناس بدات تستناني تشرب من عصير اللي نزل سات من فوق بنت الاحلام، وناس كلها كويسه 10 10 يعني الناس بالصلاه على النبي. هلا بشتغل مصافيه بالصيف يا دوبك يكفيني في الشتاء، فاللي اعمله في الصيف يا دوبك مصافي العيال وبجهز بناتي بيه برضه بالعافيه يعني. هي دي رزق ورزق عيالي، ما معيش حاجه غيري. نفسي ان ربنا يكرمنا كده ويجهز بناتي كده وبدينا كل عندك. اشرب من ابو عدنان حلوه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رمضان بيبقى الجو مختلف. حلو بالنسبه للرمضان والزبون بيجي على الحاجه النظيفه اهم حاجه. فطبعا بجيبها عامل ترابيزه ترابيزه استلس، وبعمل عصير برتقال فريش يعني والعصير قصب. والحمد لله برضو الناس عارفاني برضو فين ابو عدنان، هات ابو عدنان كده هو الوضع برضو بالصلاه على رسول الله. دي هي دي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو جه حد وبتاع عاوز يقول اتفضل عادي، ما اقولش لحد لا. وربنا رزاق ده اهم حاجه، يعني مثلا واحد يكون لابس وبتاع كده هو وبقول للنبي شاول اتفضل اتفضل يا فندم، وبديله قبل المخزن اللي يدفع فلوس. يعني بديله ساعات والله والله بديله قبل يدفع فلوس. ده ربنا سبحانه وتعالى هتطعميه ربنا هيطعمك، يعني ربنا هيزيدك عليك كذا مره 10 مرات الطقطقين، وكل برزق الله.